مشاهدينا بنروح بنتعرف على آخر أخبار المشاهير والفنانين بفقرة فن ومشاهير في هذا التقرير. محمد التركي يدعم زوجته دنيا بطمة بعد قرار سجنها. حاول المنتج البحريني محمد الترك توجيه الدعم لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد ما انحكم عليها بالسجن، ونشر الترك صورة لزوجته على حسابه على الانستغرام وكتب على الصورة: مالكتي الغالية، لا تهتمي أن يكرهك الناس، وأنت تثقين بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنت تكرهين نفسك ولا تثقين بها، وأنا أعلم أنك مظلومة والظلم لا يدوم. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قضت يوم الأربعاء الماضي بالحبس 8 أشهر نافذة بحق دنيا بطمة على خلفية قضية حساب حمزة مومبيبي، وسنة حبس نافذ بحق شقيقتها ابتسام، وسنة ونصف حبس نافذ في حق مصممة الأزياء عائشة عياش بإطار نفس الملف، في حين حكمت على المدعوة صوفيا شاكري بالحبس 10 أشهر نافذة مع تغريم الجميع مبلغ 10,000 درهم مغربي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي راشد الماجد من طفولته وهو بيغني حبيت حبيت اللي ما يستاهل للمطربة نوال الكويتية، حيث جذب المقطع آلاف المتابعين لمشاهدته. الفيديو يعود لما قبل 35 عام، حيث جاء ظهور راشد الماجد بالفيديو من خلال أحد البرامج الموجهة للأطفال، وكان راشد أحد المشاركين بالبرنامج بصوته. طبعاً البرنامج كان ينعرض وقتها على التلفزيون البحريني. المتابعون أشادوا براشد الماجد وأثنوا على صوته وموهبته يلي بيتمتع فيها منذ الصغر، إضافة إلى أنه راشد استطاع أنه يجذب الأطفال الصغار لأغنيته. الممثلة السورية أمل عرفة أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة ذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك. نشرت بوست على الفيسبوك وعلقت عليه أمل: 5 أطباء أكدوا إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها بتتعامل مع الحالة وكأنها إنفلونزا عادية على الرغم من الألم. وتابعت أمل إنه الكمامة كانت رفيقتها بالأيام الماضية، وأيضاً الكحول والمعقمات والكلور، وإنها ما خلطت حدا منذ فترة، وطلبت بإنه ما حدا يقلق بشأن العدوى، وأضافت إنها بعد أيام رح تتعافى وتعود لحتى تتابع التصوير، وقالت استمتعوا، كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة. ودعت أمل الكبار لأنهم ينتبهوا وما يستهتروا، وأنه بعد أيام رح تتعافى وتستكمل تصوير أعمالها. حاج حاج أنا تعباني، حبي أقعد مع حالي، أنا عندي حالة اكتئاب اكتئاب. بعد نحم معناك إن شاء الله، بعد نفى هذا المنط ما نقى فيه أبنب منا، معناش يا نوحي، معناش يا أنبي، يبعد نحم مع الحزني إني، من وين جايبتي؟ للبالي، من عند عمي أبو كاسي. بملابس كاجوال وبدون اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ظهر عمرو دياب بكواليس تصوير الكليب الجديد بلدنا يا حلوة، بينما التزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات لتفادي العدوى. أما دينا الشربيني احتفلت بطريقة مميزة بصدور كليب عمرو دياب، وقامت بإعادة نشر الكليب يلي تم إطلاقه منذ أيام عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليه إنه دياب بيبقى الأسطورة الحقيقية وإنه الأول والوحيد. دينا يلي رافقت دياب بكواليس تصوير الأغنية بشارع المعز التاريخي بالقاهرة القديمة نجحت بحشد 110,000 مشاهدة للكليب الدعائي الصادر للترويج عن السياحة الداخلية بمصر، طبعاً بدعم من إحدى شركات تقديم خدمات الهاتف المحمول بمصر. كتب كلمات الأغنية تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وكانت من توزيع طارق مدكور والإخراج لطارق العريان. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا، في
وأخيرا بالطاقة الإيجابية والأمل بالحياة بكليب أغنية الحياة حلوة لبلقيس فتحي، حيث صدرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عمل غنائي مغربي بعنوان الحياة حلوة، وتعاونت فيه مع الدي جي المغربي يوسف. تعاونت فتحي بجديدة مع الشاعر محمد رفاعي، أما الفيديو كان من إخراج المخرج المغربي حسن الكرفطي. بلقيس فتحي كانت قد أصدرت قبل 8 أشهر أغنيتها المغربية الأولى بعنوان تعال شوف، ويلي حققت نجاح كبير بلغ عدد مشاهدتها حالياً 27 مليون مشاهدة.